بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هناك إنسان مريض إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع الصلاة واقفا، يعني يدخل عليها المرض وكذا ما يستطيع الصلاة إلا يعني خوفه من الناس لجلس، وإذا قرأ القرآن ينقلب يعني الحروف سوداء لا يستطيع قراءتها، وإذا خرج يعني إلى البيت صار البيت صلي عادي يقرأ القرآن عادي، هل يحق له الصلاة في البيت؟ يعني هو إذا قرأ القرآن، أفهمت قولك إن إذا كان في المسجد وقرأ القرآن تكون الحروف سوداء. إيه ما يستطيع قراءة. يعني هو يقرأ في المصحف. إيه نعم. وهو يصلي. لا داخل المسجد قبل الصلاة. قبل الصلاة. يقرأ الصلاة. مسألة القراءة قبل الصلاة هذه سنة، يعني إن تيسرت ولا يذكر الله بقلبه ولسانه أو يقرأ ما يحفظه من القرآن بدون مصحف، هذه يعني ما هي مهمة ذاك الأهل. لكن إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي فريضة قائمة، وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام إما لتعبه بالمشي أو لخوفه من الناس أو لأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا المسألة. فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد ويصلي قائما، وعلل هذا بأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب إلى المسجد لأنه دعي للصلاة، وصلاة الجماعة واجبة عليه، فليذهب إلى الصلاة ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل، وإن لم يستطع فإنه يصلي قائما، وهذا القول أصح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل دعي للصلاة وسمع النداء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فليجب، ثم إذا وصل إلى المسجد إن قدر على القيام قام وإلا صلى جالسا، فهذا القول هو الصحيح. والقيام ليس بركن في حق الآن لأنه ليس بواجب لأنه ليس بقادر عليه. يختلف عقليا داخل الصلاة إذا كان يختلف عقليا بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر، عذر في ترك الجماعة، فليصلي في بيته.